نعم، في الواقع منذ قليل فقط الخارجية البيلاروسية أكدت بأنه بعد انتهاء تدريبات حزم الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا والتي تجري على الأراضي البيلاروسية حتى 20 من الشهر الجاري، فإنه لن يبقى أي جندي عسكري روسي أو قطعة عسكرية روسية على الأراضي البيلاروسية، وهي رسالة أخرى تطمينية من السلطات البيلاروسية للجهات الغربية التي تشكك في نوايا روسيا وبيلاروسيا من وراء هذه التدريبات العسكرية. صبيحة اليوم أيضا وزارة الدفاع الروسية أعلنت بأنها أعادت بعض القوات الروسية التي كانت تشارك في تدريبات عسكرية في منطقة شبه جزيرة القرم، وبالأمس أيضا الدفاع الروسي أعلنت بأنها سحبت جزء من القوات الروسية المشاركة في تدريبات حزم الاتحاد على الأراضي البيلاروسية. كل هذا يصفه الخبراء وتصفه روسيا بأنها إشارات إيجابية نحو قرار خفض التصعيد من الجانب الروسي في ظل التوتر بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والقوى الغربية، لكن الغرب لا يزال يشكك في النوايا الروسية وبأن روسيا تعطي إشارات متناقضة حول مسألة خفض التصعيد. يتساءل هنا متابعون في روسيا حول كيف ستقنع روسيا الجانب الغربي بأن لديها نوايا حسنة وبأنها تسعى إلى خفض التصعيد؟ هل هذا يعني بأن على روسيا أن تسحب كل قواها وجنودها وأن تضع أسلحتها العسكرية في المتاحف، أو أن تستبدل مثلا حرس الحدود وقوات الإنزال براقصات بالي بالقرب من حدود الناتو حتى تطمئن دول البلطيق ويطمئن حلف شمال الأطلسي؟ واضح جدا بأن هناك أزمة ثقة بين روسيا والدول الغربية. سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن قال بأن روسيا تعرضت للخديعة من حلف شمال الأطلسي الذي وعد شفويا بأنه لن يتقدم نحو الحدود الروسية، والآن يسعى في إطار الأبواب المفتوحة ويمكن نعم، أن يضم كل من أوكرانيا وجورجيا إلى قوام هذا الحلف. تصريح مباشر بالأمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ترفض سياسة الإملاءات وتجزئة الأمن أو بناء أمن دولة على حساب دولة أخرى، يرفض بشكل مطلق إمكانية ضم أوكرانيا لحلف الشمال الأطلسي، ويؤكد مجددا بأن روسيا تسعى لحل دبلوماسي وسياسي للأزمة الأوكرانية، وبأن على الغرب أيضا بأن يبدي نوايا حسنة حول هذه المسألة التي تصر عليها روسيا.